السلام عليكم. واش عمركم سمعتوا بأضخم امرأة بالعالم وفي المغرب بشكل خاص؟ اليوم مشاهدي قناة شوف تيفي كنتواجدوا أمام منزل لالا فاطمة اللي كتبلغ من العمر 59 سنة واللي كتوزن أكثر من 350 كيلو جرام. لكم أن تتخيلوا هذا الوزن هذا، ولكم أن تتخيلوا الحياة اللي كتعيشها، الوضعية ديالها كيفاش كتقدر تعيش مع هذا الوزن. هادشي كامل مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نكتشفوه في هذا الفيديو هذا، فتابعوا معايا. أنا كنت ندرج على القنطار ديال الزرع مع الرجالة، أنا كبرت ولادي بالقعدة والزفاف. السبب بنتي هو المرضى، فيا السكر، فيا طنسيو، فيا المرة عاد الحجار. نصر عام باش تلعب نصر عام خرجتي على برا ما شفتي كازا كيفاش ولات؟ والو ما كاينش اللي يدق عليك الباب ويقول لك تا زبالية ديال الحسوة. السلام عليكم. عليكم السلام. خالتي بخير، كلشي مزيان؟ الحمد لله. كيف بقيتي؟ الحمد لله. عارفين عليك خالتي؟ أنا فاطمة خوتي. شحال دير وليدات لالا فاطمة؟ ما عندي خمسة. ثلاثة الوليدات وزوج البنات. عايشين معاك في الدار ولا عايشين في البيت؟ لا، البنات مزوجات كل واحدة راجلها. الولاد زوج خارجين وباقي معايا. واخا ودابا خالتي كيف ما قلتي لنا أنه يعني فيك يعني أكثر من 300 كيلوغرام. يعني واحد الوزن اللي هو خيالي. يعني ماشي اي واحد كيكون وصل لهذا الوزن. يعني حاله استثنائيه. نبغي نسولك خالتي، واش هذا الوزن اللي عليه انت دابا، واش هو يعني مكتسب؟ يعني انت يعني ما زديتيش به، زديتي به ولا لا؟ لا، واخا عاودي لنا خالتي. انا كنت صحيحه. انا كنت ندرع القنطار ديال الزرع مع الرجاله. انا كنت شارجي الكارو ديال الزرع، الا عرفت الكارو مع الرجاله. انا كبرت ولادي بالقعده والزفاف، سرحت من كثر الكوار تكبرت ولادي والحمد لله. حتى الله الحمد لله. يعني خالتي يعني ما زاديتيش انت بهذا الوزن؟ لا. وشنو السبب اللي خلاك توصل لهذا الوزن؟ السبب بنتي هو المرضى، فيا السكر، فيا طنسيو، فيا المرة عاد الحجار. الميكرو في الوالده الحمد لله كل الله خير. واخا يعني امتى بدا كيتزاد معك هذا الوزن؟ انا كنت شي واحد 18 عام هكا. وانا بديت نغلط. كيفاش 18 عام؟ شنو ملي وليت واحد الدريه وانا بديت نغلط، هذيك الدريه اللي شتي دابا. واش السبب ديال الوزن ديالك هو المرض ولا الماكله ولا شي حاجه؟ المرض، انت المرض غير المرض هو اللي خلاك انك توصلي لهذا سميتو. واخا قبل كيفاش كنتي كتعيشي حياتك قبل؟ بخير. يعني كنتي كتخرجي كتخدمي كيف ما قلتي؟ كنخرج كنخدم كنصبر، كان حاجه ثقيله يقول قبل بنسنا الزر نزعر. شحال فيك دابا ديال الوزن؟ وانا واحد عامين قالوا لي راه فيك 200 كيلو. 200 كيلو ولكن ما كنتيش بهذا الوزن هذا؟ لا. يعني تزاديتي بزاف. تزاديتي بزاف. تقريبا يكون اكثر من 350 كيلو على الاقل. بحال هالاقل حتى انا ما كنقدرش نهز اليد للرجل خطره والو. ما تحاوليش دابا تحركي شويه نشوف كيفاش. ما نقدرش. او انك تجلسي؟ لا 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 ما نقدرش. من امتى ما خرجتي على برا؟ ورا 12 عام هذه ما خرجت. 12 عام ما شفتي الشمس؟ من واحد عامين من اللي جاو دابا زيرو الخادر ديال الكروسه وخرجوني. 12 عام ما شفتيش الشمس خالتي؟ 12 عام ما شفتيش الشمس. 12 عام خرجتي على برا ما شفتي كازا كيفاش ولات؟ والو. كان مذكور عدرك وشوك. قالوا لك دابا راه عمار في الباقة تعرفي. والحمد لله. كيفاش كتعيشي مع هاد الوزن خالتي؟ والحمد لله عطيت الله. الحمد لله، راه أي حاجة
اي حاجه كتكون راه من عند الله عز وجل، وكل شيء بيد الله، الحياه الموت الصحه المرض كل شيء بيد الله. غير هو نبغيو نقربوا المشاهدين من الحياه ديال فاطمه، كيفاش كتعايش مع هذا الوزن معدبة. لانه راه شيء صعب معدبة. شيء صعب جدا، معذبه بزاف، محنه بزاف، والحمد لله على الله. الحمد لله على كل حال. انا مبارك بك. الطواليت وسميتو شنو كديري فيها؟ الطواليت عمرت ولدي الله يرضي عليها، لا يفرج يا ورطا غدا برطا، لا هي ولا راجلها، هي اللي كيعاونوني هما اللي، والحمد لله. ما كتقدريش تمشي الطواليت خالتي؟ لا ما لقيتش ويلي عليك واش، وطيب محني، حد كيطيب لي الحمل. واخا شنو الحمل كي زعما واش زعما الحمل كامل كيطيب؟ الحمل كله كيطيب، الجهه اللي كنبرك عليها كلها كيطيب، كنتقلب للجهه الاخرى كيقلبوني ثاني تيطيب الجهه الاخرى. دابا لا ما كانش شي واحد اللي غادي يحركك ما كتقدريش تحركي؟ دابا مثلا غير يديك واش تقدري تحركيها؟ نشوف. لا ما نقدرش، هذا هو التحرك ديالي صافي. شنو هي الأمنية ديالك لالا فاطمة؟ الأمنية ديالي هي صحيحتي بنتي، الأمنية ديالي هي صحيحتي، ولا يزواد ولا ينفاق سوى سيدي ربي، مكاينش لي ندق عليك الباب ونقولك تا جبالية ديال الحسن هو، كيفاش؟ الله يحسن العون كل واحد أخر، هداكشي اللي كاين. ودابا مع الوزن كيفاش كدبري الأمور ديالك؟ كيفاش كتعيشي؟ نبغيو نقربوا المواطنين من الحياه ديالكم. وهاد كيفاش سيني كوير هادي عايش ليل ونهار 12 عام وانت على هذا الشكل؟ آه. 12 عام لا تحريكه لا حتى شي حاجه والو، كيفاش سيني لما قلبوني ما يتقلب لما. شنو الحاجه اللي كتمنيها تكون عندك انت؟ نتمنى صحيحتي، ونتمنى داك المطر ديال الدوله اللي تشوف فيا المحسنين. هادشي اللي كنتمنى. فاطمة من امتى ما مشيتي خرجتي على برا وتقديتي و... وايلي 12 عام هادي ما مشيتش، مبقيتش نعرف الدنيا شناهي، وانا بين ربعة الخيوط الحمد لله. وشكون اللي كيتقدى ليك وكيجيب لك المصروف ديالك؟ هو الدري اللي خدم ولا عايشين على قد الحال وصافي. انا تغدي لي ما نتعشى ولا تعشيني ما نتغدى. كيفاش؟ لا تغديني ما نتعشى ولا تغسيني ما نتغداوش. علاش خلصتي؟ وقلت شي قلت شي. واخا شنو الحوايجات اللي محتاجاهم دابا سي فاطمة؟ هو محتاجه بنتي ليك وشبو ماضي اللي انا كنت عليه بزاف، وما ينطات وما ناكل وما نشرب حتى حاجه. الفراش ديال فين هو خلص؟ هو هذا الفراش صافي. هو علاش كتنعسي؟ هو هذا لا توسخت هاد المنطقه كيحيدو هاد المنطقه. انت جابت لي ديك المراه مسكينه هاد نابوسي الله يخلف عليها. الحمد لله الحمد لله. مشاهدي قناة شوف تيفي، كانت هذه الحياة ديال لالا فاطمة من قلب بوسكورة نواحي مدينة الدار البيضاء اللي كتبلغ من العمر 59 سنة، يعني عاشت يعني واحد الحياة طويلة، كانت يعني هي شابة كتخرج كتخدم كتصرف على وليداتها كتعاون الزوج ديالها إلى آخره، حتى شاءت الأقدار أنها يعني توصل لهذا الوزن هذا ديال 350 كيلو، اللي هو واحد الوزن اللي هو استثنائي، اللي هو يعني صعب أنك تعيش معه. فنتمنوا من الناس المحسنين أنهم يعاونوا فاطمة باش يعني يعني تخرج يعني من هذه الحالة هذه، وتولي إن شاء الله بحال أفضل. إلى اللقاء.